وللمزيد من التفاصيل يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري رامي محمد من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات. تحياتي لكم ولكل متابعينا من داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في متابعة لأحداث اليوم التاسع من فتح باب الترشح لاستقبال المترشحين على مقعد رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة. واستقبلت الهيئة اليوم المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بعد أن تخطى الكشف الطبي بعدد من المراكز المتخصصة بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، وبعد الإعلان عن حصوله لما يقرب من 46 تزكية من مجلس النواب من أعضاء مجلس النواب ليتقدم إلى هذه الانتخابات ويستوفي كافة الشروط. ومن المعروف أيضا والذي ذكر خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات أن غدا اليوم العاشر عند الثانية ظهرا يغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. هذا ما حدث اليوم من داخل الهيئة الوطنية للانتخابات. عودة إليكم.